كلاودي موريل، سانتانا، روكي سانتا كروز، سانتانا وجول، والهدف الاول. يا الحلاوه. سقف، هيص، افرح يا منتخب الباراجواي. الهدف الاول، يا على اللعب. شفتوا حضراتكم اتولدت مساحه في سنتي، اتولدت مساحه في سنتي، ويا فرقتك يا جيراردو يا مارتينو، اتولدت المساحه في سنتي واحد، وهدف هدف 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 هدف. يا الاختراق الجميل ساشا كليستان، وعلى حدود المنطقه وتسديده. ايوه، وهدف التعادل، هدف التعادل سريعا سريعا للمنتخب الامريكي، والنجم الكبير بتاعهم روبرت كلارك يدرك التعادل في الدقيقه 39. روبرت كلارك لاعب نادي اوستن دينامز، وفرحتك اهو، يا فرحتك يا بوب يا برادلي. يا كلارك اتصلحت حلوه قوي من كليستن، والتسديده جميله. قلت الحل ده احد الحلول، التسديد من خارج منطقه الجزاء. خرج من الحراس المميزين ونزل الدو بوبو دير. هذه هجمه خطيره للباراجواي، والهدف الثاني. يا الحلاوه، يا الحلاوه، اوسكار كاردوزو. يا حلوه 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 التمريره الاماميه اللي في مساحه، اللي دايما بتخلق المساحات في دفاع المنتخب الامريكي. والمنتخب الامريكي زي ما قلت لحضراتكم هو الاكثر حرصا على الهجوم، وادي الفرحه المعتاده واسلوب جديد بنشوفه في الفرحه بتاعت لعيبه باراجواي. بصوا التمريره البينيه، خدها على طول وانفرد بيها وحطها حلوه 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 في الزاويه اليمين. كاباناس، يا ولد يا ولد، الله الله، سالفادور كاباناس، ويصعد برصيده الى 3 اهداف، ويتساوى مع روكي سانتا كروز ومع البرازيلي روبينيو على راس قائمه هدافي هذه البطوله. يا سلام، يا فرحتك يا فرحتك يا جيراردو يا مارتينو، 3-1. يا سلام يا سلام على المزيكا، الكورة بتزغرط، الكورة بتزغرط في الشباك. يا على الحلاوة.